فالعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص وهو النسك المعروف المتركب من الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير هذا تعريفها لغة وشرعا حكم العمرة اما حكمها فقد اجمع اهل العلم على ان العمره مشروعه باصل الاسلام وان فعلها في العمر مره